اليوم تنتواجدوا في مقر ديال جمعية ديلال، وتنشكرهم على هذه البادرة هذه اللي شاركوا فيها عدة أساتذة وباحثين ومجموعة ديال المهتمين بالقطاع ديال الأرقان، وخصوصا الناس اللي تتسألوا عن غلاء زيت الأرقان، يعني من الأسباب ديالها هو الأسباب متعددة، ولكن من السبب الرئيسي هو يعني خروج المادة الأولية من المناطق ديال الأرقان للمدن، وهاد الشركات والتعاونيات اللي هما تيخدموا في المدن هما اللي تيشكلوا واحد العائق أمام التعاونيات اللي هما استفدوا من المال العام وكاينين في المناطق ديال الأرقان وما تيلقاوش يعني المادة الأولية باش يخدموا، بالعكس كتمشي لبعض المضاربين أو السماسرة أو التجار اللي هما تيخدموا في المستوى ديال واحد البلاصة أخرى اللي بعيدة هذه المنطقة. دابا حنا في الفيدرالية البمهنية لسلسلة الأرقان والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات بغينا ننظموا هذا القطاع وتبقى المادة الأولية كتمن في المناطق ديال الأرقان على 8 الأقاليم و 8 الجهات، والشركات والتعاونيات اللي بغاو المادة اللي بغاو يعني النواة يعني الزنين ديال هاد المادة يشريوها في المراكز اللي غادي تشيدوا من طرف المنزوة بالشراكة مع الفيدرالية البمهنية لسلسلة الأرقان ووزارة الفلاحة، غادي تشيدوا هاد المراكز ديال المجمعين في الأقاليم والمناطق ديال الأرقان، وهنا غادي يدار التكسير والتخزين ديال الزنين، وراه الإشارة ديال جميع الشركات والتعاونيات على المستوى الوطني ياخذوه من هنا باش يبقى قيمة مضافة ديالو في المنطقة ديال الأرقان ويكون التنظيم ديالو، لأن حرام مثلا يترو ديال الأرقان يوصل 500 درهم ويكون نحرموا فيه مواطن مغربي اللي تيعرفوا اللي هو القدرة الشرائية ديالو ما كتسمحش ليه باش يشريه، ولكن نكونوا متيقنين لا جلنا تنظمنا وخلينا المادة الأولية في المناطق ديالها إلا وغادي يرجع للثمن اللي هو يعني غادي يكون في المتناول ديال الجميع وهو 300 درهم، لان الناس ديال المنطقه ديال الأرقان وبالاخص النساء خصهم يستافدوا والتجار يستافدوا وحتى اللي غادي يكون صومي يستافدوا، وشكرا للجميع.